كريد عامل في بحر الغدر. هو كان معانا كلام واشتغلنا عليه وعملنا اللحن وبص ومزلناه الحمد لله. انتوا الاثنين مع بعض؟ اه. طب من وجهه نظركم ان النوع ده من الاغاني الناس بتسمعه اكتر ولا الاغاني العاديه؟ والله يا مش من وجهه نظر، هي الناس هي اللي بتقرر مش احنا اللي بنقول. دي حاجه تاني حاجه وتوفيق ربنا الحمد لله قبل اي حاجه، وان شاء الله في مفاجات كتير قريب، في اغنيه فيلم تاني ان شاء الله يا رب، اغنيه فيلم برضه دماغ شطان تعجبكم بتخدم دراما الفيلم، ان شاء الله كل حاجه نعملها تعجبكم يا رب. طب كلمنا على دماغ شطان، جت ازاي الفكره؟ دماغ شطان كلمات استاذ حسن عطيه، الحان استاذ خالد توامي، توزيع استاذ طارق عبد الجابر. اشتغلنا على الفكره كلنا مع بعض بس وطلعت بالشكل ده، يا رب تعجب الجميع يا رب ان شاء الله. طبعا لسه صدى الاغنيه لسه ما طلعتش، بس انتوا من حياتكم ممكن يعني توصل زي بحر الغدر ولا؟ والله هي بحر الغدر يا جماعه مش بقياس، هي بحر الغدر اغنيه حلوه وعارفه الناس حبتها، عشان قصدي هي اول واحده عملت بومنج ان شاء الله نعمل بومنج كتير يا رب باذن الله ان شاء الله. بس كل مره بنعمل حاجه بتبقى في منطقه مختلفه، يعني احنا عملنا دي عامل بحر الغدر في منطقه، احنا بنعمل دي دراما فيلم دي حاجه ثانيه، دي بتخدم دراما، في ممكن نعمل كده حاجه لعيد الحب ان شاء الله قريب تبقى برده في حته ثانيه، احنا بنعمل مفاجآت ان شاء الله في مفاجآت كده. يعني في حاجه محضرينها لعيد الحب؟ اه اكيد اكيد. طب دي لسه يعني عملتوها ولا لسه؟ اه شغالين عليها. تمام. رايكم ايه في الازمه اللي حاصله بين بعض نجوم المهرجانات ونقيب الموسيقيين؟ احنا ليه بنسال السؤال ده؟ لا هي الفكره ان النقابه هي ليها حق التصرف والحكم في كل حاجه، احنا مالناش راي، احنا مطربين بنغني وبنعمل علينا وربنا يوفق كل الناس ويكرمهم ويرزقهم، احنا بنغني مالناش راي. تمام، متشكره قوي ليك. ايه